بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريفيوينج أ كورس، راح نتكلم عن البريفيو. يا شباب البريفيو طبعا حاجة إحنا بنعملها كل سيشن، في كل حلقة، في كل جزء بنعمل بريفيو، فعلى ما أظن الموضوع بيجي مفهوم واضح عند كل الناس. يعني البريفيو دايما بتلاقيها موجودة معاك في كل القوائم، في ديزاين، في ترانزيشن، في كل القوائم بتلاقي دايما بريفيو موجودة معاك. طيب انا لو وقفت على بريفيو هلاقي اني عندي ثلاث اوبشنز، تمام؟ This is slide، السلايد اللي انا واقف عليها ديت بس، فبالتالي الامور اللي مش راح تكون شغاله اي امور لينكد بره السلايد، يعني روابطك، ريسورساتك، لينكاتك، اي حاجه بره السلايد مش راح تشتغل معاك. بريفيو للذيس سين الموضوع اوسع شويه، لكن ممكن الربط جوه السين يشتغل، لكن بره السين مش راح يشتغل. بريفيو للانتاير بروجكت، اي حاجه جوه المشروع راح تشتغل، لكن لو انت كنت رابط بريسورس خارجي من بره طبعا ما راح يشتغل. طيب خلينا البروجكت بتاعنا كله اساسا عباره عن سين واحد بس وسلايد واحده بس، فالثلاثه كده كلهم شبه بعض، فاهمني؟ الاثنين كلهم زي بعض. المشروع بمنتهى البساطه يا جماعه لو اخذنا نظره عليه، يعني عباره عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الصور، جاليري يا جماعة، جاليري. هم عاملين ايه؟ زي جاليري، رحت على البيز لاير كده وهو عامل المكان الفاضي اللي هتتعرض فيه السيناريو بتاع الصور اللي موجود فوق. طيب انا حاطط ست صور فوق ومدي لها تايم، طيب كل 5 ثواني واحدة تتبدل تنزل في النص هنا، تمام يا جماعة؟ احنا هنعمل بريفيو بس للذيس سلايد، وكلهم زي بعض. لوكتي السلايد هي السين هي البروجكت، لان كلهم عبارة عن سلايد واحدة بس، وشغال هو بس على ايه؟ على لاير. نشوف الفنية بتاعت الجماعة دولت لما بيجوا يفكروا ويطلعوا منتجات كرييتيف. كل 5 ثواني راح يبدل لي ما بين الحاجات دول، طبعا بيعمل لي هوفر كده صغير، تأثير جميل خالص، وعمل لي عمل لي زي ايرو، 2 سهم كده، وزي نص طبعا ده ليبل ونص، وحاطط لي شيب صغير كده، والصورة طبعا بحجمها الكامل. لو انا ضغطت سيلكشن، لو ضغطت على اي صورة راح تعملها بريفيو، لو انا ضغطت هنا راح تعمله بريفيو. هنا على فكرة في جاف، في تقريبا ملف في فيديو بيمثل لي صوت على ما اظن ميه ار سي ما شابه تقريبا. لو انا رحت لديت، خلينا نروح هنا فبيعملها بريفيو. طب خلونا لو سيبناها مثلا تقريبا 5 ثواني هيبتدي الانتقال بشكل تلقائي على اللاير اللي بعد منها علشان يحاول يشغلها على ما اظن يعني. طيب الفكرة في انها فيديو، انا ضغطت على السهم ده على الايرو ده مش بيجي عند الفيديو يعني، تمام اوكي. ده يبدو ان في مشكلة صغيرة هنا. بمناسبة الحديث عن ريفيو، انا رحت ريبلاي، ممكن اعمل ريبلاي لذيس سلايد اور ذيس سين اور انتاير بروجكت. لو انا عملت ريبلاي للانتاير بروجكت مش لازم اعمل اكس على كلوز البريفيو واروح اعمل مرة تاني بريفيو، لا لا، ممكن اعمل على كده ريبلاي لجزء معين انا ابقى عايزه. فبالتالي لو انا ضغطت سلكشن على البتاعه ديت فراح تشتغل معايا الفكره بتاعت اني. طيب ماشي مفيش مشاكل، ممكن يكون القصه بتاعت الصدى بتاع الفيديو قوي شويه، مش محتاج مثلا حاجات معينه، حاجه زي كده، مش متذكر بالظبط يعني، تمام. ده جنب. طبعا انت ممكن تختار سين معين عشان تبتدي تعمل له بريفيو لو انت كنت موجود في المشهد، اقصد لو المشهد بتاعك كان فيه يعني اكتر من سلايد، فاهمني؟ وممكن طبعا تعمل اديت، ففي الاديت في طور الايديتنج ديت يا جماعه راح يطلعك خالص بره البريفيو ويرجعك مره ثانيه لطور الايديتنج. الفكره يا جماعه بمنتهى البساطه ما في اي مشكله، عندك بيز لاير. البيز لاير هو عامل مسافه فيها للصور الكبير، وبعدين راح اعمل لك اول لاير ديت اعمل لك فيها شيب وشيب تاني وسهم، ودوت برمجهم بتريجر ذات، واحد يوديني للسلايد رقم مش عارف كام، واحد رجعني للسلايد رقم مش عارف كام لما اليوزر يضغط عليه، اوكي؟ وطبعا بس ما عنديش اي حاجه. النقطه التانيه نفس الفكره، يمكن يكون الامر غريب شويه ان هو مستخدم فوق اول تريجر خالص اسمه، وديني للاير رقم 1 لما التايم لاين يبتدي، هنا وديني للاير رقم 3 لما التايم لاين يخلص، هنا وديني اللاير اللي بعد منها لما التايم لاين يخلص، هنا اللاير اللي بعد منها لما التايم لاين يخلص. طب ايه يا عم التايم لاين؟ بص على التايم لاين بتاعهم مديهولك تقريبا 10 ثواني، المفروض يكون على الاقل 5 ثواني، بس انا تقريبا شكلي غيرت في حاجه فيها يعني، تمام فاهمني؟ فكل 5 ثواني راح يوديني للاير اللي بعد منها وتستمر الفكره. ديت الفكره بتاعت الايمج جالري بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. حاولنا ندمج ما بين البريفيو وما بين الايمج جالري. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.